السلام عليكم، معكم سناء من الاتحاد اللوثري مركز أمان الزرقاء الجديدة. اليوم رح نتعلم بداية الرسمة الجديدة اللي هي الرسمة الهندسية. رح نستخدمها كإطارات، ممكن نستخدمها إطار لزبدية أو زبدية زيت وزعتر أو على أي قطعة ثانية. بداية نسطر 4 أسطر تساويات عشان إنه تزبط معنا، أو نحدد الارتفاع اللي رح ناخد عليه الرسمة. رح نبلش بداية بهذا الشكل، رح نطبق. هاي رسمتنا بعد ما انهيناها. انا كنت رسمتها قبل بشكل على الورقة بشكل عرضي، وهاي هون رسمناها بشكل طولي. هون حتى انا اتبين نوعية الرسمة ومنظرها الجمالي اكثر معكم. رح ناخذ رسمة ثانية اللي هي هاي الرسمة، كمان اطار او على مج. نبلش نرسم بداية، منحدد الارتفاع اللي بدنا نرسمه، ناخذ من الزاوية، منحاول من الأسفل نجيبها بشكل دائري. ضل ايدنا خفيفة على القلم عشان اذا غلطنا نقدر نمسح ما يشحبر معانا. هلا رح نعمل الاشياء الداخلية للرسمة. فيكم تفتلوا الورقة بالاتجاه، هيك صارت رسمتنا معنا جاهزة. حطينا الخطوط الداخلية، كمان رسمنا البتلة هاي اللي هون عشان تظهر معنا جمالية الرسمة، انه هاي رسمتنا الاولى الشكل الهندسي وهاي الزهره.